داخل البرلمان المصري، يخصنا به الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ورئيس جامعة الأزهر سابقا. الحقيقة أن ربما الظهور والحديث في هذه الآونة في قضايا آنية أصبح واجبا التعبير عنه من خلال رئيس لجنة الشؤون الدينية ورأي البرلمان في هذه القضايا. في البداية برحب بحضرتك دكتور، أهلا بك. أهلا بك ومرحبا. خليني مباشرة أبدأ بحضرتك من بيان الحكومة وعرض رئيس الوزراء خطة وزارة الأوقاف التي جاءت على رأس الأولويات في هذه أو في هذا البيان قضية تجديد الخطاب الديني، فضلا طبعا عن نداءات الرئيس المتكررة بأهمية تجديد الخطاب الديني، أين وصلتم في متابعة هذا الشأن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا سعيد بهذا اللقاء وأشكرك أستاذ محمد على هذا الاهتمام، وأشكر القناة على هذا الاهتمام الطيب. شكرا موصول لحضرتك يا فندم. تجديد الخطاب الديني قضية الساعة، والإسلام دين سهل ميسور. والأبدأ معك بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية المباركة الطيبة تدل على أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع، ولذلك الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، لا يقف جامدا أبدا على الإطلاق، لأنه دين لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة العامة إلى يوم القيامة إن شاء الله. احنا في مجتمع او المجتمعات متطورة دائما في تطور، والتطور سريع وليس تطور خامل او خامد. هذا التطور لحق الناحية الاجتماعية والناحية السياسية والناحية الاقتصادية بل والناحية الدينية، مما يقتضي ما دامت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، مما يقتضي أن نجدد الخطاب الديني. ولابد أنا وأنت في هذا اللقاء الطيب نطمئن المشاهد والمستمع حتى ولو كان بعيدا عن مصر، أن كلمة تجديد الخطاب الديني الذي نادى بها السيد رئيس الجمهورية دائما في لقاءاته المتعددة حتى ولو كانت في مكان غير متخصص، نحن في حاجة إليها في هذه الأونة، لأن تجديد الخطاب الديني لا يمس الثوابت على الإطلاق. لنا ثوابت خط أحمر لا يمكن أن نجدد فيها شيء، ولكننا نجدد لغة الخطاب. وأضرب لذلك أمثلة وليس مثالا واحدا. الدين الإسلامي دين وسطي معتدل، لا يعرف التطرف على الإطلاق ولا يعرف التعصب على الإطلاق ولا يعرف التكفير أيضا على الإطلاق. دين مبني على السماحة، مبني على العدالة، مبني على المساواة بين المجتمع حتى ولو كان داخل المجتمع غير مسلم، ودي هنوضحها كثيرا في كلماتنا في هذا اللقاء الطيب. يقتضي مني أن أظهر هذه السماحة وهذه العدالة حتى أقطع دابر الإرهاب. يعني المفروض أنا بعمل الخطاب الديني أو أجدده، احنا شايفين الإرهاب حوالينا في كل مكان،
ومعلوم أن الإرهاب لا دين له ولا عقل له ولا وطن له. ولما الرئيس قال الكلام ده بالنسبة للأوروبيين ما كانوش مصدقين، إنما الواقع الآن يؤكد أننا نقول أن الإرهاب لا دين له ولا عقل له ولا وطن له على الإطلاق. صحيح. كن سعادتك تجدد الخطاب الديني، يبقى معناها بتظهر سماحة الإسلام وعدالة الإسلام والمودة والمحبة المبنية في المجتمع الإنساني وليس المجتمع الإسلامي فقط. معناها أنك تقطع هذا الإرهاب، سواء كان إرهابا فكريا أو إرهابا قوليا أو إرهابا عمليا. ولذلك يقتضي منا جميعا، نحن رجال الدعوة أول شيء، إحنا ربنا سبحانه وتعالى حبى مصر فهي كنانة الله في أرض، حباها بالأزهر الشريف. وإحنا عندنا مؤسسة الأزهر، وعندنا وزارة الأوقاف، وعندنا دار الإفتاء، وعندنا البرلمان اللي سعادتك بنتحدث من داخله الآن. وزارة الأوقاف انت حضرتك يعني دخلتها كطرف أساسي، وهي فعلا طرف أساسي، لأن أنا عاوز داعية أو محتاج في هذا الزمن إلى داعية يكون متفهم الحياة. اسمح لي يا فندم، حضرتك عرضت الأهداف. نعم. وسبق لرئيس مجلس الوزراء أن عرض هذه الأهداف في برنامجه الحكومي. كيف ترى الشوط الذي قطعته وزارة الأوقاف في تحقيق هذا الهدف في ضوء البرنامج الحكومي؟ أنا مع سعادتك. وزارة الأوقاف الحقيقة أنا تعاملت معها من أول ما جيت رئيس لهذه اللجنة. أكيد. عملنا مؤتمر في أسوان مشترك بيننا وبينهم. وكان لها أو كان لهذا المؤتمر صدى بالغ، لأن كان فيه بروتوكول تعاون لقطع دابر الإرهاب بيننا وبين كل من حضر من خارج مصر. الحقيقة وزارة الأوقاف نحن نشارك معها في المؤلفات العلمية المبنية على التيسير، وليست لأننا زي ما قلت لسعادتك الشريعة الإسلامية لا تعرف التشدد على الإطلاق ولا تعرف التطرف على الإطلاق، وإنما ديننا سهل ميسور مبني على المودة ومبني على المحبة. يعني تخيل لما ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم لا إكراه في الدين. صحيح. قد تبين الرشد من الغي. يبقى أنا لا أكره أحدا على الدخول في الإسلام، لكم دينكم ولي دين. كل هذا يدل على أن الإسلام أولا لم ينتشر بحد السيف، ثانيا أنه مبني على الإقناع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نرجع لوزارة الأوقاف وأنا مع حضرتك في هذا. كل مؤتمر عملته وزارة الأوقاف اشتركنا فيه وسعت سعيا حثيثا. يعني أنا أعرف أن معالي وزير الأوقاف صراحة يقوم بمجهودات كثيرة، سواء بين أبنائه العلماء في داخل الوزارة أو بين قيامه بخطبة الجمعة أو بين حضوره عندنا هنا في داخل اللجنة، لأن احنا الحقيقة عملنا مؤتمر وكان حاضر فيه معالي وزير الأوقاف، وكانت حاضرة فيه الكنيسة، وكان حاضر فيه الدكتور علي جمعة والدكتور نصر فريد الدكتور شوقي علام وجميع الأطياف الموجودة في داخل المجتمع شاركت في هذا المؤتمر تحت قبة البرلمان. حضرتك بعد هذا المؤتمر قلت أنه لجنة الشؤون الدينية تجهز لمؤتمرين حول تجديد الخطاب. نعم. الديني، ريت حضرتك تطلعنا عن تفاصيل المؤتمرين. تمام. احنا لا نقف عند مؤتمرين، وإنما احنا سنظل نعقد مؤتمرات حتى نصل إلى حقيقة تطوير الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني.
وأنا دائما أستاذ محمد دائما أقول كفانا كلام وعلينا أن نعمل التطبيق العملي المناسب لتجديد الخطاب الدين. يعني استأذن معاليك فضل احنا عندنا ليس الأمر فقط عند مؤسسة الأزهر الشريف ولا عند وزارة الأوقاف فقط ولا عند دار الإفتاء فقط، ولكن مؤسسة التعليم دي اللي بتبني البشر وتبني العقول. يعني عندي وزارة التربية والتعليم لابد أن تشترك، صحيح. وزارة التعليم العالي لابد أن تشترك، وزارة الشباب لابد أن تشترك، الكل في داخل المجتمع لابد أن يكون خلية عمل من أجل تجديد الخطاب الديني. ومعنى كلمة تجديد الخطاب الديني حتى لا يشوهها أحد، معناها أنني أظهر سماحة الدين الإسلامي الوسطي المعتدل المبني على الرأي والرأي الآخر واحترام الإنسان أيا كانت عقيدته وأيا كان موضعه. اسمح لي فندم، وزارة الأوقاف في بيان الحكومة قالت أنها مستعدة لمواجهة الإلحاد والبهائية والتشيع، هذا عن العام الماضي. في نفس الوقت دار الإفتاء قال أن مصر الأولى عربيا في ظاهرة الإلحاد. كيف تفسر هذه المسألة؟ إيه هي الأسباب؟ إيه هي الأعداد؟ يعني لو حضرتك اطلعت على تقرير لجنة الفتوى. أنا مع سعادتك، لكني أنا الحقيقة من طبعي متفائل دائما، ما عنديش الحقيقة تشاؤم أبدا. المجتمع المصري مجتمع طيب بطبيعته، صحيح. لو نظرت إلى إسلام المصريين وعبادة المصريين هتجدها والحمد لله في أعلى المستويات، وده بالفطرة، لأن معروف زي ما قلت لسعادتك مصر كنانة الله في أرض، وده أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عكر صفو هذه العبادة معكر ليست له حياة في وسط، حتى ولو خرج الإلحاد، لكن بإذن الله الشباب بيعود مرة أخرى لطبيعته الأصلية. وإحنا بيوتنا أغلب بيوتنا بيوت فلاحين، والبيت الفلاحي ده يعني عنده تمسك دائما بالطبيعة اللي عاش فيها، فأنا لا أخشى على شبابنا مهما ظهر فيهم. إيه الأسباب يا فندم في رأيك؟ ما أنا أقول لحضرتك إحنا غبنا مسافات طويلة، غبنا مسافات طويلة، ومصر انشغلت بالقضايا العربية من أول ظهورها، وجاء علينا في فترة بدءا من السبعينيات. ودي الحقيقة يعني مش عايز أتكلم كتير فيها، بدأنا نبحث عن الجانب المادي أكتر من الجانب الروحي والمعنوي. يعني أنا خرجت للخارج والتاني خرج للخارج، كلنا بنبحث عن الأموال وتركنا أولادنا يمكن كانوا ليسوا في أيدي أمينة. يعني من هذا المنطلق ربما ظهر هذا الفكر الغير أو الجديد على المجتمع المصري. هل ساعد على، لكن أطمنك معلش سامحني في هذا فضل. حتى لا نخرج من هذه النقطة قبل أن نخرج منها، أنا مطمئن لعودة المجتمع بإذن الله تعالى لمبادئه وقواعده الإسلامية السهلة الميسورة إن شاء الله. هل في رأي حضرتك أن نساعد على انتشار هذه الظاهرة، ربما ظاهرة الإلحاد، وصول جماعات أو تيارات الإسلام السياسي إلى الحكم؟ يعني خليني أبعد شوية عن أمور إن إحنا ممكن تولد فتن في داخل المجتمع. إحنا عندنا إسلام صحيح إن شاء الله لن يضيع في مصر بإذن الله تعالى بالذات، وطبعا إذا صح الإسلام في مصر يصح في العالم الإسلامي كله، لأن إحنا قبلة العلم، أزهر قبلة العلم وقبلة العلماء. فخليني أقف عند حد التفاؤل، مهما يكن فسوف نعود إلى أصولنا وإلى يعني القيم الإسلامية
الصحيحة، وأنا شايف الأمل كبير جدا في شبابنا بإذن الله تعالى. اسمح لي فندم، هناك أيضا ملاحظة توقفت عندها حينما قرأت تقرير لجنة الفتوى، تقول هذه الملاحظة أنه بين أعداد الملحدين من لا يرفضون الدين بينما يطالبون بفصل الدين عن الدولة، هل هذه الملاحظة جديرة بالتوقف أمامها؟ يعني هذه الملاحظة تؤكد تفاؤلي، هذه الملاحظة تؤكد تفاؤلي بعودة شبابنا وعودة العقول إلى الدين الإسلامي الصحيح. هل توصيف من يرفضون فصل الدين عن الدولة، توصيفهم بالملاحدة في تقرير لجنة الفتوى، هل هذا علميا لغة منضبطة؟ يعني خليني لا أخرج عن نطاق دار الإفتاء. دار الإفتاء قالت هذا الكلام وهي تتحمل المسؤولية فيه. أنا ما يعني ما حلش الورتمات اللي قالوها في داخل هذا الكلام الحقيقة يعني. لكني أنا ما زلت مصر على أنه مهما قيل ومهما وجد في المجتمع المصري من شوائب، فالعودة للدين الإسلامي الوسطي المعتدل الصحيح إن شاء الله سوف تكون عما قريب. اسمح لي فندم، وإحنا بنتكلم عن تقرير لجنة الفتوى، الرئيس قبل ترشحه ربما كان بيتكلم عن الفارق بين إسلام الفرد وإسلام الدولة، كيف قرأت هذا العنوان؟ إسلام الفرد وإسلام الدولة، يعني وإن كان هناك فرق لكنه فرق غير جوهري. إسلام الفرد هو أساسا إسلام الدولة. أنا لما أكون في داخل المجتمع مسلم ووسطي ومعتدل، وحضرتك مسلم ووسطي ومعتدل، والأسر كلها على هذا الأساس، يبقى هنبني دولة بإذن الله مبنية على الوسطية والاعتدال الإسلام الصحيح. اسمح لي فندم، كمان الرئاسة كانت قد طالبت في بيان لها عن إعداد معهد وطني للدعاء، لماذا تأخر هذا المعهد؟ هل تبعتم يعني تأخر هذا المعهد؟ في الوقت نفسه فإن كثير من المعاهد السلفية لإعداد الدعاء ما زالت مستمرة في العمل. نعم، يعني أنا أستاذ محمد دي مسؤولية وزارة الأوقاف، يعني إعداد الدعاء في الأساس هو مسؤولية وزارة الأوقاف، ويسبقها قبل ذلك زي ما قلنا وزارة التعليم، التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الأزهر في تعليم أبنائه. ولذلك على كل منا أن يعمل من أجل إظهار سماحة الدين الإسلامي. وزارة الأوقاف بتسعى كثيرا الحقيقة، ومؤسسة الأزهر احنا شفنا فضيلة الإمام الأكبر خرج كتير في عن المجتمع المصري ليظهر سماحة الدين الإسلامي. فاحنا عايزين الكل يعمل، احنا خلية. احنا الحقيقة احنا عندنا الآن في هذا الزمن اللي احنا فيه يا أستاذ محمد فتن كثيرة لابد أن نطفئها، لابد. يبقى معنى ذلك أن الأوقاف تعمل، أن الأزهر يعمل، أن التربية والتعليم تعمل، أن التعليم العالي يعمل، أن دار الإفتاء تعمل، أن مجلس النواب يعمل. قبل سعادتك، وأنا متأكد أن لما كلنا هنعمل ونخلص لله عز وجل سوف تكون نتيجة إيجابية وليست سلبية. طب في تقدير الدكتور أسامة العبد، ما الذي ينقص وزارة الأوقاف في مسألة إعداد الدعاء؟ وزارة الأوقاف هي بتسعى جاهدة، وأنا شايف الوزير الحقيقة بيعمل عمل دؤوب، لكن العملية عايزة فكر مستنير المتلقي. وهنا المتلقي مش بدور على المتلقي اللي هو فرد الشعب، لا، المتلقي اللي هو الداعية. أنا عاوز أعلمه الوسطية والاعتدال، أعلمه كيف يتعامل مع الظروف التي نعيش فيها. احنا بنبني دولة جديدة وخارجين من يعني الحقيقة مجموعة مشاكل كثيرة استمرت معنا فترة طويلة، والشعب لم يعد يتحمل، ولذلك علينا أن نعمل. متى يتم النظر إلى تنقية بعض الكتب الدراسية في المعاهد الأزهرية في مراحل التعليم المختلفة دكتور أسامة؟ تمام، احنا الآن في تجديد الخطاب الديني في داخل اللجنة، لا نقف عند المؤتمرات،
وأنا قلت كفانا أقوال وعلينا بالأفعال. إحنا فعلا الآن المؤتمر القادم بإذن الله تعالى، وأرجو يكون حضوركم منور فيه بإذن الله، هنتكلم في الكتب، هنتكلم في تنقية الكتب الإسلامية من الشوائب. لا شك إن في مؤلفين كتار خرجوا عن إطار الشريعة الإسلامية الصحيحة، لا شك فيه، وبعدنا أو إهملنا في الفترة الماضية ولدت هذا، والأزهر مهما ضعف لكنه لن يموت، لأنه هو بيمد العالم كله. أزهر أنا يعني حضرتك تسمح لي بخروج بعض أنا زرت وأنا رئيس جامعة الأزهر، زرت الدولة الغنية دي اسمها بروناي، وكانت وزير الأوقاف أزهري، وزير التربية والتعليم أزهري، مفتي الديار عندهم أزهري، الأعجب من ذلك أنني وجدت وزير الداخلية أزهري. أدي دولة. إذا الأزهر بتاعنا مش هيموت إطلاقا لأنه بيمد العالم بالنور، لكن محتاج إلى جهد أكبر يتناسب مع الصراع اللي احنا عايشين الآن. احنا في صراع مع الإرهاب، إرهاب أسود، إرهاب أعمى. طب اسمح لي يا فندم، خليني أكون أكثر تحديدا، هل هناك أجنحة داخل الأزهر الشريف ترفض تنقية الكتب؟ يعني هم ربما يظنون أن احنا نقصد بكلمة تنقية الكتب أن احنا نلغي كتب التراث. لا لا، ما من عمل، حتى صاحب العمل لما بيعمل عمل لما ينظر فيه مرة تانية بيجد فيه شوائب فيحسن هذا العمل. احنا نقصد بذلك التحسين، نقصد بالتجديد التحسين. طب ممكن حضرتك تديني مثال لهذا التحسين؟ يعني انت استاذ محمد يبدو الحوار معك مش سهل يعني. لا خالص يا فندم والله. لا، هو على كل حال احنا مثلا لو نظرنا الى كتب السنه، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها حديث ضعيف لابد ان ننقيها في هذا. واحنا عندنا علماء ربنا حبى العلم الاسلامي او الدين الاسلامي بعلماء اجلاء. صحيح. تبقى سعادتك على مدار العصور من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا والى يوم القيامه باذن الله تعالى. فمعنى ان احنا ننقي يعني الاحاديث الضعيفه ينبغي ان ننأى بها عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده له رجال يعني تخصصوا في علماء الحديث هذا، علماء الحديث، وهكذا في كل علم من العلوم بشرط ألا نمس الثوابت الإسلامية على الإطلاق. وحضرتك أستاذ سابق في جامعة الأزهر ورئيس لهذه الجامعة، هل تعتقد أن هناك تقديس في تقدير البعض داخل الأزهر لآراء الأئمة؟ لا، تقديس بمعنى التقديس لا، وإلا كنا اتبعنا مذهب واحد. عشان تكون سعادتك في الصورة والمشاهد الكريم في الصورة، إن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة التي تعترف بكل المذاهب. يعني لو ذهبنا إلى دول الخليج تجد المذهب الحنبلي، لو ذهبنا إلى المغرب العربي تجد المذهب المالكي، لو ذهبنا إلى باكستان وتركيا والبلاد دي تجد المذهب الحنفي. احنا بقى عندنا جميع المذاهب الإسلامية، عندنا المذهب الحنفي، عندنا المذهب المالكي، عندنا المذهب الشافعي، عندنا المذهب الحنبلي. حتى يعني أنا كنت مشرف على طالب من عمان كان شيعي المذهب. فكل شيء يقبل في داخل الشريعة الإسلامية الصحيحة موجود عندنا في الأزهر الشريف. فنحن البلد الوحيد الذي لا يتعصب لمذهب بعينه ويفيد إليه جميع المذاهب من جميع بلاد العالم ليجد العلم فيه. دكتور أسامة، خلينا نسأل حضرتك كمان عن مطالبات البعض بتشجيع السياحة الدينية في مصر، وتشجيع السياحة الدينية واحدة ربما من أهم المسائل
التي تشغل كثيرا إخواتنا الأقباط والقائمين على عملية السياحة، ربما زيارة عدد من الأديرة في أسيوط وفي الصعيد. هذه المسألة طلبت رئيسة لجنة السياحة في البرلمان بأن توضع موضع الاعتبار. دور لجنة الشؤون الدينية في تشجيع وتسهيل الزيارات الدينية القبطية في مصر. الله يبارك فيك. أنا هجاوبك بإجابة واضحة وصريحة وفي كلمة واحدة. أنا رئيس اللجنة الدينية وكنت رئيس لجامعة الأزهر قبل كده. وكيلة اللجنة الدينية مسيحية. أظن بالتالي ده إجابة صريحة. يعني رئيس اللجنة كان على قمة جامعة إسلامية أو الجامعة الإسلامية. الدكتورة أمانة عزيز. الدكتورة الأستاذة أمانة عزيز وكيلة اللجنة الدينية وهي مسيحية. فنحن لا نختلف على الإطلاق. ودي أنا يعني سعيد بسؤالك هذا. يخليني أقف مع إخواننا المسيحيين. إخواننا المسيحيين دول إخواننا في الإنسانية. اختلاف العقيدة أنا لا أسأل عنه، وإنما هو سوف يسأل أمام الله عنه. فليس كل مسلم إسلامه صحيح. معايا سعادتك؟ صحيح. دول إخواننا في الوطن. ولذلك دائما ما ننادي بالمواطنة. إخواننا المسيحيين هم إخوان لنا. وأنا أقول لهم بهذه المناسبة، وإحنا لسه في أول شهر أعيادهم، كل سنة وهم طيبين. حضرتك طيب. وأنا لي برنامج اسمه حتى يأتيك اليقين، بيجي 5 إلى 10. الأسبوع الأول من يناير كان كله من أجل المعايدة على إخواننا المسيحيين، وأثبت أن إخواننا المسيحيين هم إخواننا، وينبغي أن احنا نحييهم. تشجيع السياحة الدينية القبطية في مصر. أنا ليس عندي مانع على الإطلاق. أنا شخصيا ليس عندي، وحتى لا أسند شيء للجنة الدينية، أنا ليس عندي مانع. السياحة الدينية سواء كانت إسلامية أو قبطية ده تاريخ، تاريخ موجود. وإلا بقى لو قلنا بقى أن احنا برضو مش عايزين سياحة قبطية، يبقى بقى نمشي مع اللي قالوا نكسر التماثيل ونكسر مش عارف إيه ونكسر الأهرام ونكسر. لا لا لا، التاريخ ينبغي أن ينقل كما وجد تماما بتمام. دكتور أسامة العبد بشكرك شكرا جزيلا في هذه الفقرة. هنخرج فاصل بسيط ثم نعاود بعد قليل لنستكمل حوارنا مع رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان. انتظرونا. نعود الترحيب مجددا بالدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية ورئيس جامعة الأزهر سابقا. أهلا بك دكتور مجددا. أهلا بك ومرحبا. كنت عايز أعرف من حضرتك موقف لجنة الشؤون الدينية من القنوات الدينية الإسلامية والمسيحية. هل تعتبر أن مشكلة هذه القنوات الوحيدة هي استضافة عدم المتخصصين في هذه القنوات؟ أنا يعني أستأذن سعادتك من خلالك أعمل نداء. تفضل يا فندم. لهذه القنوات. احنا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلمتي محسوبة أمام الله عز وجل، وكلمتك محسوبة أمام الله عز وجل. فيجب على هذه القنوات ألا تختار لهذه اللقاءات وبالذات الإفتاء إلا من كان مؤهلا بتخصص دقيق. يعني عندنا حاجة اسمها التخصص الدقيق. من كان مؤهلا ومتخصصا تخصصا دقيقا في هذه المسائل. يمكن في اللقاء السابق لما قلت لحضرتك احنا كفانا فتن، احنا المجتمع ما عادش متحمل حاجة. فينبغي على القناة ألا تستضيف إلا من تراه وسطيا معتدلا كما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لماذا لا نعمد أو نعهد لدار الإفتاء بمثل هذه المواقف؟ أليست دار الإفتاء كفء؟ لا شك أن على رأسها عالم فاضل جليل، وفي ثناياها علماء أفاضل أجلاء. فأنا يعني المفترض الفتاوى اللي ممكن تحدث بلبلة أو تحدث اضطراب في داخل المجتمع
علي أن أستعين بدار الإفتاء أو أستعين بمؤسسة الأزهر الشريف، إنما ليس من حق يعني كل من حفظ شيئا أو قرأه على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل أن يتصدر للإفتاء. اسمح لي فندم، وإحنا بنتكلم عن دار الإفتاء، كثير من الجماعات المتشددة والجماعات المتطرفة تصل إلى جمهورها تحديدا فئة الشباب من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الحديثة، الفيسبوك وتويتر وبعض المواقع الإلكترونية. لماذا تغيب دار الإفتاء عن استخدام مثل هذه الأدوات؟ يعني أنا بلغني على لسان فضيلة المفتي إن هم استعدوا لمثل هذه الأشياء، بل ويتعاملون معها الآن بطريقة التكنولوجيا الحديثة، وده أمر واجب على دار الإفتاء. يعني سواء كان باللغات الحية مختلفة العربية والفرنسية والإنجليزية ومشاكل ذلك، أو سواء بالفكر المستنير الوسطي المعتدل سواء كان في داخل البلاد أو خارج البلاد، ودي مهمة أساسية على دار الإفتاء، وأنا متأكد أن دار الإفتاء تستطيع أن تفعل ذلك وتؤثر فيه. اسمح لي فندم، تقييمك لتدخل الأزهر الشريف في بعض الأعمال الإبداعية والسينمائية، وربما آخر هذه الأعمال فيلم مولانا لتعرض له عدد كبير من الأزهريون وصفوه ربما بأنه تجاوز الخطوط الحمراء، كيف تنظر إلى هذه الاشتباكات؟ يعني أنا قلت لحضرتك أنا من نوع السهل الميسور، ما عنديش تعقيد، لكن احنا عندنا قاعدة بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا حقيقة لم أرى هذا الفيلم. أنا سمعت ضجيج حوله، سمعت حتى يمكن بعض قرأت في بعض الصحف أو سمعت أن بعض إخواننا في اللجنة الدينية تدخلوا في مثل الأمر أو تكلموا أو علقوا أو كان لهم مداخلات في هذا، لكني لا أستطيع أن أحكم على هذا الفيلم إلا من أنا أشوفه. الحقيقة دكتور أسامة أنا لا أتحدث عن فيلم، ولكن أنا أتحدث عن جدوى الاشتباك بين الأزهر والأعمال الإبداعية بشكل عام، هذه القاعدة كيف تنظر إليها؟ لا، خلينا الإبداع لا يهزم ولا ينكر شريطة ألا يخرج عن دائرة الشريعة الإسلامية صراحة. يعني إذا كان مثلا شيء زي كلمة حرية مطلقة، لا، وأنا ضد الحرية المطلقة، لأن الحرية تنتهي عند حد أنك أنت تأذيني أو أنا أذيك. فالإبداع على رأسنا، أهلا وسهلا، ده يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن ننظر فيه كل ما هو مبدع، فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تبال سعادتك، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. فالإبداع لا ينكر وإنما يشكر بشرط ألا يخرج عن الضوابط التي تعلمناها في داخل المجتمع المصري. إحنا لنا قيم ولنا مبادئ ينبغي أن نتوقف عندها. أحيانا تكون يعني القيمة الإبداعية ربما في انتقاد هذه القيم أو في هذه الثوابت أو في ثوابت مجتمعية يتعرف البعض على أنها يعني من أو يتصور البعض أنها من الدين، بينما يرى المبدع في جانب آخر أنه لا يمس الدين في شيء وأنه يمارس حدود حريته الإبداعية. النظرة ليست نظرة، يعني ليست نظرة المبدع، وإنما النظرة نظرة المتلقي. يعني أنا أحكم عليك وأنت تحكم علي، إنما أنا ما أحكمش على نفسي. ماشي يا أستاذ محمد؟ تمام يا فندم. خلينا نسأل حضرتك كمان عن رأيك في مسألة الخطب المكتوبة، هذه يعني كيف تنظر إلى مسألة الخطبة المكتوبة؟ هذه المسألة ربما ينظر إليها البعض على أنها تسييس لخطبة الجمعة، وينظر لها في الجانب الآخر البعض بأنها محاولة لتجنب يعني فوضى الفتاوى، والبعض الآخر يرى أنها غير واجبة التعميم، كيف ينظر إليها دكتور أسامة العبد؟ أنا أستأذن سعادتك في هذه النقطة وقت أن أثيرت
وكان هناك موقف لعلمائنا الأفاضل في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. أنا عملت حل مناسب مع معالي وزير الأوقاف في هذا المكان اللي احنا نجلس فيه. قعدنا مع بعض وقلنا إن رجال الأزهر الشريف هم أساتذتنا، سواء كان المجلس الأعلى للأزهر أو مجمع البحوث، كل دول أساتذتنا. يعني كنت أنا عضو في مجمع البحوث الإسلامية. وقعدنا فكرنا في أن نائد الفتنة، لأن بدأ الإعلام يصورها على أنها صراع ما بين الأزهر وما بين الأوقاف. وقعدنا في هذا المكان أنا ومعالي الوزير. وهيئة كبار العلماء اعترضت على مسألة الخطبة. ما أنا أتكلم عن هيئة كبار العلماء وهم أساتذتنا وعلمائنا، لا نستطيع أن يعني لا نستطيع إلا أن نجلهم في بالتأكيد. نعم. قعدنا أنا ومعالي وزير الأوقاف في هذا المكان وطلعنا بيان أطفأنا به الفتنة والحمد لله. البيان كان بيقول كالآتي: أن الخطبة المكتوبة هي على سبيل الاختيار وليست على سبيل الإجبار، وأن الأمر في بدايته ويحتاج إلى دراسة وافية كافية شافية. أنا فاكر كويس جدا البيان طلعناه أنا ومعالي وزير الأوقاف، وأننا سوف ندرس هذا الموضوع دراسة كافية ووافية وشافية لنرى أين توجد المصلحة. وطلعنا البيان ووقعت عليه أنا ومعالي وزير الأوقاف وأطفأنا الفتنة وقتها، والقضية لم تعد موجودة إلى الآن. طب اسمح لي دكتور أسامة، وإحنا كنا بنتكلم عن فكرة تجديد الخطاب الديني، هل في رأيك المسألة هي كتابة خطبة للإمام أم أنها طريقة فكر يجب أن يتعلمه الأئمة؟ لا، هي الشق الثاني، هي الشق الثاني، لأنني الحقيقة يعني ليس كل الأئمة والخطباء، وإن كنت أحمد لهم كلامهم والجهد اللي بيبذلوه، لأن كل واحد فينا يحتاج إلى التعلم مدى الحياة، فالعلم عندنا من المهد إلى اللحد. صحيح. ولذلك ينبغي أنني أتعلم، أتعلم من أستاذي، وربما أتعلم من تلميذي. فالعملية محتاجة تعلم دائم ومستمر حتى نقف على الرأي الصحيح السليم اللي نخدم به المجتمع الإسلامي، بل والمجتمعات الإسلامية، بل والعالم بأكمله. كيف ينظر الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر ورئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان إلى ما يطلق عليه في الإعلام شيوخ المودرن؟ الشيوخ المودرن يسأل عنهم الحقيقة نفس الشيوخ. يعني أنا حقيقة يعني أتمنى أن يكون هناك انضباط، ليس لمصلحة الأشخاص وإنما لمصلحة المجتمع المصري. طيب خلينا نسأل حضرتك بشكل أكثر تفصيلا، كيف يتابع رئيس لجنة الشؤون الدينية تحركات الإخوان في بعض المنظمات الإسلامية في الخارج، زي اسطنبول، زي بريطانيا، في أمريكا، في دول الخارجية؟ يعني أنا أعود بالذاكرة إلى أيام أن كنت رئيسا لجامعة الأزهر، أظن لم يصب أحد بسوء مثل ما أصبت وأنا رئيس جامعة الأزهر من الطلبة الإخوان. يعني حرقوا الجامعة وخربوا المدينة وفعلوا بنا الأفاعيل، وأنا الحقيقة يعني أقول لهم عليهم أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الدين الإسلامي الوسطي الصحيح الذي يعرف الإنسانية ويعرف كرامة الإنسان ويعرف حب الوطن، وأذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر للإخوان فقط، ولكن لكل من يخرج عن دائرة الإسلام. طب اسمح لي يا دكتور في أستأذنك أستكمل حديث الرسول، لأن حب الوطن أمر مهم جدا،
كلنا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وقف مخاطبا مكة، والله إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، وأعلم أنك أحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. الوطن الوطن الوطن، وأرجو عدم تخريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء. آمين يا رب. آمين. دكتور أسامة العبد، وحضرتك أستاذ فقه في جامعة الأزهر أيضا، خلينا نسأل حضرتك عن استخدامات لبعض القصص في القرآن في محاولة لتبرير التخريب. هناك بعض طلاب الإخوان أو بعض الجماعات المتشددة يستخدم واقعة الخضر حينما ثقب السفينة لتبرير القتل وتبرير التخريب، ويقول بأن هناك ملك يأخذ كل سفينة. في رأيك تبرير هذه القصة يعني تتوقف عندها إزاي؟ هذا هراء وعدم وجهل بالشريعة الإسلامية وجهل. ده انت بتفسر كتاب الله، ده انت مسؤول امام الله عز وجل عن هذا. احنا لسه بنقول آية قرآنية، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كيف تفهم هذا الامر بهذه الكيفية؟ كيف اخرب بلدي مفسرا تفسيرا هوائيا يتبع هوى الشيطان؟ ما قال احد بمثل هذا على الاطلاق إلا من كان له هوى يختلف عن الشريعة الإسلامية الصحيحة الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب في الجانب الآخر، هناك بعض الانتقادات ربما طالت الأزهر في الأونة الأخيرة بسبب رفض الأزهر تكفير داعش. الدكتور أسامة العبد، هل هذا الموقف من الأزهر ربما استفادت منه داعش؟ هل أيضا الأزهر ربما كان حريصا على ألا يقابل منهج التكفير بمنهج مشابه له؟ تقديرك لهذا. يعني أحترم الأستاذ محمد في هذا السؤال، ولكن ينبغي أن يرد الأزهر على هذا السؤال وليس أسامة العبد. تقديرك وحضرتك رئيس لجنة الشؤون الدينية يعني وتتابع عمل أنا المنظمة. بقول لحضرتك كل من يخرج عن الدائرة الإسلامية الصحيحة فهو خارج عن ديننا، ولا ينبغي أن نغفل هذا أبدا على الإطلاق، وبالذات ما تعلق بقتل النفس. ده قتل النفس ده شيء صعب، ليس سهل على الإطلاق أبدا، يعني حرمته أشد من حرمة الكعبة، هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي إطلاقا. هؤلاء يعني قد فهموا الجهاد بمعنى مخالف للجهاد تماما. ولذلك أنا قلت لحضرتك قبل كده أن الإرهاب ده فكر أعمى وأسود. أبدا ليس هذا هو الإسلام، والله ليس هذا هو الإسلام على الإطلاق. دكتور أسامة، وعلينا أن يعني نصد هذا الفكر الأعمى ونتكاتف جميعا في سبيل دحضه. دكتور أسامة، مستمرين في الحوار مع حضرتك، هنخرج فاصل آخر ثم نعاود بعد قليل لنستكمل هذا الحوار الشيق مع رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، ونعاود الترحيب بضيفنا الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في البرلمان. دكتور أسامة، برحب بحضرتك في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة. اهلا بكم، مرحبا استاذ محمد. خليني اسال حضرتك مباشره يا دكتور اسامه، بعد اقرار قانون بناء الكنائس في البرلمان اختفى الحديث عن قانون بناء او دور العباده الموحد، لماذا؟ احنا في نستاذن سعادتك، احنا كنا عامل من عوامل التصديق على هذا القانون. صحيح. او الموافقه على هذا القانون. انا كلجنه دينيه وقفنا وقفه متميزة من أجل إصدار هذا القانون، وهو يعتبر أول قانون يصدر لبناء الكنائس، ودي كانت فرحة كبيرة جدا لإخواننا المسيحيين، ربما طغت على غيرها يعني هذه الفرحة، خلتنا يعني عملنا عمل لم يكن موجود من قبل.
لكن الحقيقه بناء الكنائس. بس لكن خلينا اقول لحضرتك انه دور او بناء دور العباده الموحد كان يعالج ايضا امور متعلقه باداره المساجد. يعني حضرتك اداره المساجد او خلينا نتوسع شويه. اتفضل فندم. يعني نقصد بها الزوايا. بالظبط كده فندم. الله يبارك فيك. نقصد بها الزوايا. انا قعدت مع معالي وزير الاوقاف في هذا الشان. قلت له احنا مساجدنا الكبيره المسجد اللي هو يسمى المسجد الجامع ده مش حد يستطيع انه يصعده الا من كان فتيا في علمه. فعليك بالساحات الصغيره او الزوايا الموجوده. واشرت عليه فعلا ان هو لابد يتابع هذه الزوايا من كافه النواحي حتى لمن كان حارسا عليها. تبقى سعادتك لان احنا بنشوف في الزوايا دي او في بعض هذه الزوايا ليست كل الزوايا بنشوف فيها يمكن من يخرج عن دائره سماحه الدين الاسلامي. يعني فيها بعض المتشددين او بعض الخارجين عن دائره الدين الاسلامي الوسطي المعتدل. فده مهمه معالي وزير الاوقاف واتفق معي فعلا من خلال هذه اللجنه ان هو يقوم بالمهمه كامله واظن انه الان يتابع هذه الزوايا اولا باول. طيب تاثير التيار السلفي على هذه الزوايا كيف تنظرون الى هذه المساله وكيف تتابعونها؟ يعني كلمة تأثير عشان تكون في الصورة حضرتك احنا كلنا سلفيين. صحيح. أستاذ محمد كل الشعب المصري سلفي. وكل المسلمين سلفيين. دكتور أنا أتحدث لكن خلينا سلفي متشدد. أتحدث لغة واصطلاحا عن تيار سياسي يمارس العمل السياسي. يعني السلفي المتشدد. بالظبط. السلفي المتشدد. لسنا مع أي تشدد على الإطلاق. أنا سلفي وأنت سلفي وكلنا آخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما في فكر وسطي معتدل أهلا ومرحبا به، وفي فكر متشدد لا أهلا ولا مرحبا به. وأنا قلت حتى يعني في كلامي في هذه الأيام، ودعني لا أتكلم في كلمة السلفية ولا السلفيين، لكني أتكلم عن فكر متشدد وفكر معتدل معتدل وسطي اللي احنا بنمشي عليه. هو ده الشعب المصري اللي يمشي على الشريعة الإسلامية الوسطية المعتدلة، لا يعرف التشدد على الإطلاق. ولذلك أنا لست مع تشدد أي تشدد على الإطلاق أبدا، يأتي مني أو من غيري. ده معلوم بالضرورة أنه حضرتك لست مع التشدد. نعم. ولكن السؤال كان إلى أي مدى يتغلغل التيار الوهابي في بعض الزوايا التي يعني تشرف عليها وزارة الأوقاف أو قد لا تشرف؟ احنا خرجنا الوقت يا حضرتك من سلفي إلى وهابي. يعني أستاذ محمد قلت لي كلنا سلفيين. احنا كلنا سلفيين لكن سلفيين معتدلين، بس كلنا مش وهابيين. أنا لا، أنا لست. يعني خلينا برضو نضعها يا أستاذ محمد في إطارها الصحيح الذي لا يوجد فتنة على الإطلاق. خلينا مع أمر الوسط المعتدل، وديننا دين وسط لا يعرف تشدد على الإطلاق ولا يعرف اتجاه من اتجاه تطرف على الإطلاق، ولن يكون المجتمع المصري متطرفا في يوم من الأيام. طيب. مهما أوتي المتطرف من قوة. طب خلينا نسأل حضرتك واحنا بنتكلم عن المساجد خلال يعني دوري الانعقاد الأول والثاني في البرلمان، ربما زيارة بتقرير واحد عن وضع المساجد والجوامع الكبيرة مؤخرا للجنة الشؤون الدينية، ربما هو تقرير لجنة أو زيارة مسجد السيدة زينب. نعم. أين لجنة الشؤون الدينية ونواب البرلمان بشكل عام؟ نعم. من المساجد في مصر والزوايا في مصر؟ احنا زرنا بعد إذن سعادتك زرنا مسجد السيدة زينب. ده كان بناء على طلب إحاطة قدم إلى السيد رئيس المجلس وأحاله للجنة الشؤون الدينية، واحنا طلب الإحاطة خد دوره كاملا وعملنا زيارة ميدانية لمسجد السيدة زينب. والحقيقة يعني مش عايز استرسل في كلامي عن بعض الأشياء السلبيات الموجودة. لماذا؟ لأن وزير الأوقاف
لحق الزيارة مباشرة بقرارات كثيرة أصلحت هذا زي إيه التقصير. زي كتير إيه القرارات؟ يعني وجدنا بعض مثلا سلوك الكهرباء كانت عريانة، بعض الأشياء وبالذات المكتبة اللي هي مكتبة التراث الموجودة كانت على غير ما يعني كانت مخزن تقريبا؟ هي تعتبر يا ريت كانت مخزن، لكني لكن الحقيقة اقترحنا بتوصيات أظن أن معالي الوزير استفاد منها وعمل بها على ما أظن، يعني إن احنا حولنا المخزن اللي سعادتك بتقول عليه ده حولناه إلى مكتبة، لأن به ما شاء الله أعداد كثيرة، وبه أيضا مصحف بالخط العثماني أو بخط عثمان ابن عفان لا يوجد له نظير في أي مكان من المكتبات المصرية. اسمعنا يا فندم، واحنا بنتكلم مع رئيس لجنة الشؤون الدينية مهم كمان إن احنا نعرف الموقف من قانون نقابة الأئمة، خاصة أنه بعض الأئمة أو البعض خرج في وسائل الإعلام واتهمك مباشرة بأنك تعارض نقابة للأئمة. إيه الحقيقي في هذا الأمر، وما هو طبيعة وملامح مشروع قانون نقابة الأئمة؟ إحنا لا نعارض إطلاقا في نقابات، بس أنت لك وزارة تحمل تحت ولائها، فعليك أن تتفق مع الوزارة على مثل هذه الأشياء. لكن إحنا نقابات كثيرة جدا، يعني معروض علينا نقابة للأئمة، معروض علينا نقابة للمأذونين، معروض علينا نقابة للأناشيد الدينية، معروض عليها نقابات كثيرة جدا. أنا قبل أن يعني أقول نعم أو لا، لابد أن أقرأ وأتأكد وأتصفح وأعرف ماذا تعني، لأنني أعرف ماذا تعني كلمة نعم أو لا. ما ملامح مشروع قانون نقابة الأئمة التي تدرسونه داخل لجنة الشؤون الدينية؟ يعني إحنا الحقيقة لما جالنا إحنا وزعناها على الأعضاء، كل واحد يرى رؤيته، وتقريبا أرسلنا نسخة منه لوزارة الأوقاف عشان كل واحد يأتي بملاحظاته، وبعدين بنقعد مع بعض وإن شاء الله بإذن الله لن يكون إلا ما يرضي الله عز وجل. هناك أيضا يعني وسط الحديث عن فوضى الفتاوى، هناك يعني معلومة نعلم أنكم أيضا تعكفون على مسألة إصدار تراخيص لجهات الفتاوى من خلال مشروع قانون عن الفتاوى. هو مشروع قانون الفتاوى تقدم به أحد أعضاء اللجنة يشدد فيه على من يخرج عن نطاق الفتوى أو من يتصدر للإفتاء دون الرجوع إلى الأزهر الشريف أو إلى دار الإفتاء. وده الحقيقة المشروع إلى الآن لم ننظره، لأن هناك طلبات إحاطة سابقة علينا أن ننظر فيها، لكن احنا خلينا يعني نقف مع المصلحة العامة. إذا كانت المصلحة العامة تقتضي أن احنا نعمل بهذا القانون في المستقبل لن نتردد على الإطلاق، لأننا نخشى الفتنة ونخشى الاضطراب في داخل المجتمع المصري. ولذلك أنا الحقيقة يعني تهاتفت مع فضيلة المفتي في هذا المجال، ووعد بأنه سوف يزورنا إن شاء الله في اللجنة، ونستطيع أن احنا نتفاهم معه، ولا يخرج القانون إلا إذا كان صالحا وإلا إذا كان فيه مصلحة المجتمع المصري ومصلحة الدين الإسلامي. دكتور، ما ملامح أيضا مشروع قانون الخطابة الموجود حاليا في لجنة الشؤون الدينية؟ أي خطابة؟ هل هناك مشروع قانون للخطابة في المساجد؟ لا يوجد. لا يوجد مشروع. لم يأتنا مشروع هذا، الذي أتانا مشروع قانون دار الإفتاء بس. طب وما هو تقييمك لمسألة الخطابة بشكل عام في المساجد واستخدامات اللغة؟ ينبغي أن نرقى بأنفسنا، وهذا الداعية أو الخطيب اللي بيصعد منبر صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعي ذلك قبل أن يصعد إلى المنبر، سواء كان بلغته أو سواء كان بعلمه، ولابد أن يكون رجلا متميزا في اللغة العربية، ولابد أن يكون رجلا متميزا في علمه،
ولا بد أن يكون رجلا متميزا في معرفة حال المجتمع الذي عاش فيه. طب اسمح لي يا دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة كان طرح اقتراح بحذف خانة الديانة من طلب أو من بطاقة تعريف الطالب الجامعي. البعض في خارج الجامعة يطالب بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية ويقول أن هذا مستجد في المجتمع المصري، وأن المجتمع المصري خلال الثلاثينيات والعشرينيات لم يكن يعرف مسألة خانة الديانة في البطاقة. كيف ينظر رئيس لجنة الشؤون الدينية إلى هذه الطلب؟ أنا أستأذنك بأن احنا نرجع لأصل الموضوع. في اللجنة أو لجنة الشؤون الدينية احنا تقدم إلينا طلب إحاطة ضد ما قاله سيد الأستاذ دكتور جابر نصار، هو صديق حميم وأعرفه رجلا عاقلا متزنا. طلب الإحاطة دعونا فيه وزير التعليم العالي، وكانت رؤية وزير التعليم العالي ضد رؤية الدكتور جابر نصار تماما. وحضر هذا اللقاء في داخل اللجنة مجموعة كبيرة من السادة النواب ليسوا من اللجنة لجنة الشؤون الدينية، ولم يتفق أحد مع رؤية الدكتور جابر نصار، والسبب كالآتي وأنا أقولها على لساني وأرجو أن يذاع هذا كاملا. تفضل فندم. حتى يفهم أخواننا المسيحيين. تفضل. العلاقة بيننا وبين المسيحيين، بين المسلمين وبين المسيحيين في مصر علاقة أسمى من أنك تحذف خانة الديانة، وأكررها مرة واثنين وثلاثة. العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر أسمى من أنك تحذف خانة الديانة في بعض الأوراق. الديانة ليست سبة وليست عيبا أستره، وإنما ميزة يتميز بها المجتمع المصري. وذلك حينما عرض هذا الأمر علي قلت أنا عندي مسيحي رضع من امرأة من أم مسلمة، وعندي مسلم رضع من أم مسيحية، ولذلك ليس هناك حاجة إلى أن نحذف مثل هذه الأشياء. لو حذفناها من أجل موضوع معين ما ينفعش، لا ده أنا أعالج، لكن أعالج المشكلة. ربما هذه الميزة التي يعتبرها الدكتور أسامة العبد ميزة يعني لا يجب سترها، هي في الجانب الآخر تمثل تمييزا لدى البعض، سواء كان مجتمعيا أو إداريا في بعض الأماكن. ربما هذا ما قصده جابر نصار. أنا أستأذنك أستاذ محمد، ماذا تقصد بالجانب الآخر؟ أخواننا المسيحيين؟ لا ليس المسيحيين، بعض الآراء منهم جابر يعني أنا الصار. عندي مشكلة أحل المشكلة، مش حل بالطريقة اللي احنا حلناها. احنا النهاردة أنا الحقيقة أستاذ محمد أنا يعني أحب أن يشغل المجتمع المصري بمستقبله، ودي قضية لا أعتبرها قضية أساسية في داخل المجتمع. أنا العلاقة بيني وبين المسيحي علاقة وطيدة بلا شك، ويتميز الشعب المصري هذه عن بقية الشعوب. علاقة تجاوزت عامها الألف. دكتور أسامة العبد، خلينا أسأل حضرتك عن مسألة لجنة الأوقاف الذي يعكف عليها المهندس إبراهيم محلب، وربما آخر نتائج هذه اللجنة حصر أراضي الأوقاف وتحديدا أو خاصة يعني الأوقاف المصرية في اليونان. نعم، أنا أشكرك على هذا السؤال، لأن احنا يعني قدمنا التقرير فعلا عن أنا كنت عضو في هذه الزيارة في اليونان، وإحنا قدمنا تقرير ولم يعرض إلى الآن على مجلس النواب. لنا أوقاف كثيرة وأوقاف ليست قليلة في اليونان، وأحلى ما فعلناه في اليونان أن احنا رصدنا هذه الأوقاف كلها وحصرناه. يمكن أقرب شيء إلى ذهني أنا شفت أربعة أفدنة موجودين على البحر مزروعين زيتون جزيرة. وليس لهم صاحب في كفالة. في كفالة؟ في كفالة جزيرة في كفالة في عدة جزر. إحنا لنا أموال
ميراث محمد علي لنا أو لأوقافنا موجود في عدة جزر وليست جزيرة واحدة. من ضمنها هذه اللي أنا بقول لحضرتك عليها، أربعة أبدين لا صاحب لهم، والزيتون فيهم ما شاء الله. شجر الزيتون هناك ليست كشجر الزيتون عندنا، شجر الزيتون لا يستطيع الإنسان أن يحتضنها، حاجة عملاقة وتحمل خيرات أيضا عملاقة. ولنا هناك قصر محمد علي صحيح، ولنا أيضا يمكن أربعة بيوت أو خمسة موجودة، ولنا يمكن ثلاث كافتريات أو أربعة موجودين في الميناء القديم. وإحنا استطعنا الحقيقة أن نغير العقود، واستطعنا أن نزيد الإيجار بنسب عالية جدا. وفي مصر هل هناك وقت ينتظر من المهندس إبراهيم محلب للانتهاء من عمله فيما يتعلق بحصر أراضي الأوقاف في مصر؟ احنا الان بنعكف عندنا في داخل اللجنة بان احنا نتعامل مع دولة رئيس الوزراء السابق وهو استاذ ضليع، وشاركني كثيرا ايام ما كان وزير للاسكان في ايام هدم بعض المباني في داخل جامعة الازهر، واعرفه جيدا انه من انشط الرجال في مثل هذه الاشياء. إن شاء الله سوف نتعامل معه لنطلعه على ما تم في اليونان، ونتعامل معه في أملاك مصر أو أملاك الأوقاف في داخل مصر. شكرا أسامة العبد، بشكرك شكرا جزيلا، رئيس لجنة الشؤون الدينية ورئيس جامعة الأزهر سابقا، بشكرك لوجودك معنا، ولمشاهدي عين على البرلمان نشكركم على حسن المتابعة، وإليكم مرة أخرى.